شفنا في الفترة الأخيرة أبو خالد اتجاه يعني أغلب الأعمال إلى السباعيات والأعمال الموسمية اللي تعرض عبر المنصات، يعني إيش رأيك فيها؟ ولا أنت معه؟ أحسن شيء للمحطات كذلك الثلاثين بالنسبة للإعلانات، يحطون إعلانات يربحون ويطلعون فلوسهم. 30 حلقة عندك 30 يوم تنزل، ينزل لك بكل مسلسل ينزل لك 4-5 إعلانات، في 5 5 في 5 25، 5 في 10 50، عندك كل باقي 5 انت ماشي يصير 50 60 إعلان حط لك تطلعوا فلوس فلوسهم. لكن السباعية لا، سباعيتك 4-5 إعلانات سهل الموضوع. والله الحمد لله عندي مسلسلين بدون ذكر أساميهم لرمضان إن شاء الله راح ينزلون في رمضان، ومعي نجوم كبار، واحد إنتاجي والثاني لا إنتاج زميل من الزملاء الموجودين، فأنا ممثل أحد أبطال المسلسل. أي نعم. ما تبي تذكر أسامي؟ لا، لأن هم محضريننا، وبيني وبينك أنت تبي تقدم شيء جميل لا تفضح روحك الحين، انطر لا تقول إلا من يعني يتمخمخ أو ينطبخ العمل صح ومحتاجين إعلاميا، وهذه عقود بيننا وبينهم، يعني يكتب لك عقد إنك ما تتكلم ولا تقول. تبي تقول والله عندي مسلسل، عندي مسلسل، بس ما تقول إن أنا اسم المسلسل فالممثل. يمكن الممثل يمشي، يمكن المخرج يمشي. في يوم من الأيام فكرت إنك توقف عن الفن؟ ليش؟ يقول كل فنان كل ما يكبر يكبر فنه معه، إبداعاتك غير، تعرف شغلك غير، تعرف تمثل صح، تعرف وين يؤكل الكتف على قولتهم بالمثل هذا. لا 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 لا، الحمد لله أنا واثق، وقاعد أنقي النص اللي يمشي معه، يمشي مع إمكانياتي مع شغلي. لا الحمد لله، ولا فكرت لحد الآن. ما يوقفك إلا رب العالمين.